من الاعمال ايه؟ احنا وزاره الشباب والرياضه لا ندعم لاعب كوره في نادي او كوره في نادي، ده مش سياستنا خالص، لان ده يعني باكد اهو الانديه كلها في دوري ممتاز بصفه خاصه او الدوري في رابطه محترفين، حجم تعاقدات اللاعبين متوسط يعني لا تقل عن 4 مليون وانت طالع، ده متوسطات. فبالتالي كل اداره محترفه بقدر العمل، نحن لا ندعم هذا. المنتخبات القوميه دي مسؤوليه قوميه لازم نكون وراها ونتاكد كمان في الشخص المالي والاداري للاتحادات من ضمنها اتحاد كره القدم، ان احنا لازم يعني جيبوا لنا بزنس بلان كامل وايه الموارد الماليه المستقبليه عندكم، ولو في عجز مؤقت في حاجه، المهم ان احنا مصر كلها مش هتكون سعيدة لو حصل أي إخفاق في 2023 وفرقتنا مثلا لم تتأهل أو مش على المستوى الواجب. يعني بصراحة المواطن المصري له الحق، لأن الكورة مزاج عام يعني، لكن مع إن أنا بدايتي بقول الرياضة في مصر تخطيطيا واستراتيجيا ليست كرة قدم، من يدير المنظومة يعني بيحكم العملية اتحادات يتم انتخابها من مجالس، يعني احنا ما بنعينش اتحاد عشان نحاسب عليه من جامعات عموميه بنظام لوائح قانون الرياضه بيحكمه، لكن احنا نراقب الاداء المنتخبات وده حقنا الطبيعي يعني. طيب لو الاتحاد غلبان وما عندوش فلوس وما عندوش موارد، اكيد هنجيب هتصرف. بص يا فندم، هنجيب منين مدرب عالمي ومدير فني عالمي؟ بص يا فندم، لازم يعني ايا كان الوضع طالما مسؤوليه قوميه يعني بالرغم ان هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن لازم هنتحرك ايا كان الوضع زي ما بنتحرك. ما احنا عندنا منتخباتنا اللي طلعت بحر متوسط ديت هي تكلفتها قد ايه، وان احنا كمان نقول احنا مصر وولادنا هينزلوا، لان الكونكشن لا جبت لهم طياره خاصه اكيد. بص انا يعني اذا كان ادارتنا اقتصاديه لاتحاد الكوره، هو اداره اقتصاديه احنا بنعرف نعمل موارد، بنعرف نتصرف بعيد عن الميزانيات الحكوميه يعني ده شيء وارد جدا. المهم احنا منتخباتنا لازم تكون بخير، وده دور بقى الجامعات العموميه بالنسبه لاي اتحاد. اي اتحاد في ليه لائحه وليه جمعيه عموميه، من يخفق جامعات العموميه تحاسبه. يا جماعه احنا بنراقب ماليا يعني ده بس لازم اقوله، والمنتخبات دي مهمتنا كلها. سيادة الوزير، بعد أزمة النادي الأهلي والبطولة والنهائي وغيره اللي حصل، الاتحاد النهاردة مصر كرة القدم بعت الاتحاد الإفريقي عشان تنظيم البطولات، حضرتك شفت هذا الأمر إزاي، هذا القرار؟ أنا بعت جواب ليهم يعني مع الحاجات اللي موجودة، بعت لنا تاني الاتحاد قلت لهم إحنا مش هنوافق وعايز دراسة مالية في بطولات معينة اللي إحنا مش كل البطولات الموجودة اللي إحنا عملنا عليها موافقة. حضرتك مش هتوافق يعني على إيه؟ لا احنا وافقنا على بعض البطولات زي 2023 تصفيات المؤهله يعني الاولمبيك ويعني انا يعني بره المكتب يعني دي واحده من الحاجات المهمه، لكن وافقنا على بعض الحاجات وقلنا كمان عايزين دراسه ماليه ليها وفنيه علشان يعني ده موافقه مبدئيه، لكن لازم تعمل كده عشان ما تاخرش على الديدلاين ده الحجز.